قال وزير المالية أحمد كوجوك إن الحكومة ماضية بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مشددا على استخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء عقده مع مستثمرين عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكد كوجوك على وضع الدين وخدمته الناتج للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، مع العمل أيضا على تحسين مؤشرات الدين الخارجي.